السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اجتماعيات للصف الخامس الابتدائي، عندي التربية الوطنية الفصل الثاني. إن شاء الله هذه آخر محاضرة من الفصل الثاني، لكن بعد المحاضرة اللي أحل أسئلة الفصل نهاية الكتاب. مفهوم الدولة، تعريف الدولة، هي مجموعة من المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية ذات علاقات منظمة ومترابطة تجمعها خدمة الوطن وأفراد مجتمعه. إذن تعريف الدولة، ما هي أركان الدولة؟ الوطن والشعب والسلطات الاتحادية والسيادية. يجيك سؤال يقول لك عرف الدولة وما هي أركانها. إن كل دولة اسم وشعار، فاسم دولتنا هو جمهورية العراق، شعارنا هو النسر. العلم هو علم العراق، هذا علم وطني العراق. لكل إنسان وطن، ولكل وطن علم يرمز إلى سيادته، لذا يجب أن نقف إجلالا واحتراما عندما يرفع علمنا العراقي. النشيد الوطني، لكل دولة نشيدها الوطني، لذا يجب علينا جميعا أن نقف إجلالا واحتراما عند الاستماع للنشيد الوطني لوطننا العراق. ما هي العراق؟ هنا معلومات إثرائية، لازم نقرأ هذه السلطات، مهمات هذني السلطات، ثلاث سلطات. عدي العراق دولة اتحادية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي. تتكون السلطة من ثلاثة أنواع. السلطة التشريعية هي السلطة التي تكون مهمتها سن القوانين والأنظمة التي تنظم الحياة العامة وتمثل مجلس النواب. السلطة التنفيذية هي السلطة التي تكون مهمتها تنفيذ القوانين والأنظمة التي تسنها السلطة التشريعية وتمثل بمجلس الوزراء. السلطة القضائية هي سلطة تتميز بالاستقلال التام، مهمتها تحقيق العدالة من خلال إصدار الأحكام وفق القانون وتمثل بمجلس القضاء الأعلى. يعني طبعا حفظ ذني أنواع السلطات، حفظ هن والتعاريف مالتهن. يلا عيني. صفحة 88، المواطنة بين الحقوق والواجبات. قبل أن تتعرف على واجبات المواطن تجاه وطنه، لابد من معرفة من هو المواطن والمواطن الصالح. المواطن هو الشخص الذي يعيش على أرض الدولة ويحمل جنسيته، هذا تعريفها. المواطن الصالح تعريفها، المواطن الصالح هو المواطن الذي يحترم الأنظمة والقوانين والدستور، وهو عضو فعال في بناء الدولة، له حقوق وامتيازات يكفلها له الدستور وعليه واجبات. والمواطن الصالح يسهم في تطوير وطنه بخدمته بإخلاص ويحرص على احترام حقوق المواطنين والآخرين. ما هي صفات المواطن الصالح؟ هنا عندي خمس صفات. أولا، يتفهم طبيعة قدراته وإمكاناته في المجتمع لتحديد واجباته وحقوقه. يتفهم طبيعة مشكلات مجتمعه ويشارك في معالجتها. يقدر مكانة وطنه في العالم. يحترم حقوق المواطنين الآخرين ولا يتجاوز عليها. أن يكون متفوقا ومخلصا في واجباته تجاه وطنه. هنا يقول لك معلومة للاطلاع فقط، خلينا نطلع عليها. المواطنة هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتمائه لوطنه، وهي ثلاثة مفاهيم: المواطنة ومجموعة المواطنين والأرض. المواطنة حقوق المواطن وحقوق الدولة. اثنين، مجموعة المواطنين الذين يؤسسون مدينة أو دولة. الأرض التي تشغلها هذه الجماعة أو مجموعة المواطنين. إن صفة المواطنة مشتقة من الوطن، وهو محل الإقامة والحماية، وتشمل تلك العلاقة الحقوق والواجبات بين المواطن والوطن. هعني نجي على ثالثا حقوق وواجبات المواطن. ألف الحقوق عندنا نظرا لما يشهده المجتمع العراقي من تطور في مجالات الحياة كافة، وانطلاقا من حرص الدولة على راحة المواطن وخدمته وتسهيل أمور حياته، فقد اهتمت الدولة بذلك وقدمت على إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية الخدمية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لأفراد المجتمع العراقي. منها أولا التربية والتعليم. اثنين الخدمات، ما هي حقوق وواجبات المواطن؟ عندنا الحقوق. الحقوق شنية؟ التربية والتعليم، الخدمات الصحية، الأمن، خدمات أخرى. هذا هو بس. عدي أولا الحقوق،
ناخذ التربية والتعليم. تحرص دولتنا على تقديم خدمات التربية والتعليم مجانا لأبنائها التلاميذ ولطلبة المراحل الدراسية كافة من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. هذا من حقي أن أتعلم هذا التربية والتعليم. ثانيا الخدمات الصحية، تقوم دولتنا بتوفير تلك الخدمات مجانا لأفراد المجتمع العراقي من خلال مؤسسات وزارة الصحة كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء وطننا العراقي. الأمن، تسعى دولتنا لتوفير الأمن للمواطن العراقي والسهر على راحته من خلال الأجهزة الأمنية المتمثلة بالجيش والشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي الذي تشكل بناء على فتوى الجهاد الكفائي. يعني هاي كلها يحفظها الطالب. هنا عندي خدمات أخرى. شنو هي الخدمات الأخرى؟ هنالك الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. خدمات النقل والمواصلات عن طريق وزارة النقل والمواصلات. خدمات الاقتصادية والاجتماعية، تعمل على توفير الدعم والرعاية للمسنين والأيتام والأرامل من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أقول لكم خدمات أخرى تقدمها مؤسسات وزارة التجارة ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والتخطيط والنفط والزراعة وغيرها من الوزارات الأخرى. ناخذ باء، ما هي واجبات المواطن تجاه وطنه؟ أولا حب الوطن والتضحية في سبيله، الالتزام بالأنظمة والقوانين، ثلاثة المحافظة على الممتلكات العامة. بس هذني ثلاثة، خلينا نشوف أكو بعد. أولا نقول أربعة الحفاظ على البيئة، يعني أربع واجبات المواطن تجاه وطنه. أولا حب الوطن والتضحية في سبيله، كلنا نحب الوطن الذي نعيش على أرضه وتحت سمائه، وجميعنا يعمل من أجل حماية الوطن ورفعته. الالتزام بالأنظمة والقوانين، إن من واجبات المواطن احترام الأنظمة والقوانين التي تضعها الدولة لغرض تنظيم حياة المجتمع وحمايته وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراده. واعلم عزيزي التلميذ أن هناك علاقة قوية بين الالتزام بالأنظمة والقوانين وتقدم الشعوب، لذا يجب على كل واحد منا وفي أي موقع من المواقع سواء كان طالبا أو معلما أو مسؤولا أن ينطبق ذلك النظام بكل أمانة وإخلاص من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا منا بقدسية الوطن. ثانيا المحافظة على الممتلكات العامة، من واجب المواطن المحافظة على الممتلكات العامة لأنها ملك الجميع لأفراد المجتمع من خلال مثلا عندنا عدم العبث بالآثاث المدرسي، الترشيد في استهلاك الماء والكهرباء، المحافظة على الممتلكات العامة ومنها الحدائق العامة والمتنزهات. عندنا بعد هذه ما بها نشاطات. بعد عندي يمكن الرابعة، النقطة الرابعة هي الحفاظ على البيئة. البيئة تعريفها هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان، وتشمل الأرض التي نعيش عليها وما حولها من ماء وهواء وتراب ومخلوقات حية. نتيجة للمخاطر التي تهدد البيئة، لا سيما النمو السكاني المتزايد والتطور الزراعي والصناعي وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، ظهرت العديد من المشاكل التي تهدد حياة الإنسان وتشوه منظر البيئة. من هذه المخاطر تلوث المياه، تلوث الهواء، وتلوث التربة. طبعا لهنا وتخلص المحاضرة، وإن شاء الله التوفيق.